السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله حاولت نركز على اباراي لي كاليتي مزيانه، الثمن مزيان، يقدر ياخذ الواحد يلاه بادي وغتعطي واحد الكاليتي ديماج اللي مزيانه. الكاميرا اللي جبت لكم اليوم سبيسيال للناس اللي عندهم البي جي ناقص، بغاو كاليتي مزيانه سواء في لا فوتو سواء في لا فيديو، وفيها بزاف ديال لي زافونتاج اللي غينفعوكم بزاف. الكاميرا اللي اليوم معنا من الشركة ديال نيكون، نيكون دي 5100 دي 5100. كاميرا أول حاجة غنتكلموا عليها غنشوفوا الشكل ديالها، الديزاين اللي كتب لي في القبضة ديال القبضة ديالها محكومة، كاميرا شادة راسها. نيكون راه كيكونوا كتكون في الكوفراج ديالها حسن بزاف ديال لي زاباري، كتلقى كاميرا مخدومة. ونيكون هما اكبر شركه اللي تقدر تضرب معاك مده طويله وما كتعياش الكاميرا، على كتلقى كيخدموا بها بزاف ديال لي زابا لي لابو كيخدموا بالنيكون، حيت نيكون كما تنقولوا صباره. اول حاجه غنكتشفوا في دي 5100 ان ليكرون ديالها غوطاتيف، دونك ما غتلقاش مشكل في انك تحرك تحول تصور في اي بوزيسيون، الفوق لتحت فلوغ اي حاجه غتصورها بهاد نيكون دي 5100 ديالها زوين. وفي واحد الحاجه اللي مهمه اللي غيحتاجها ان شاء الله بزاف ديال الناس، هي بورت ديال الميكروفون. بورت الميكروفون كيمكنك بانك الا كان عندك بغيتي تصور كاليتي بصوت مزيانه، كدير الميكروفون ديالك كتركب الكابل كتخدم مزيان. ميكروفون مهم للناس اللي كيبغيو يركزوا على الكاليتي ديال الصوت تكون مزيانه. الكاميرا راه فيها فلاش انترن ديالها، فيها بورت فلاش اكسترن، الشكل ديالها زوين، فيها لي مود من هنايا، لا فيديو كتبدل من هنا مود ال في. الناس اللي ما كيعرفوش يخدموا لي فيديو في هاد لي سيري نيكون، كتقلب يمكن لك تخدم فيديو اوتوماتيك الا بغيتي، كتقلب دير مود ال في كتهبط عليه غير شويه لهنا، كتهبط كتقلب مود فيديو كتصور، كتريكوردي بالحمراء. نيكون كاملين باش كيريكورديو بهاد البوطون الحمراء. الكاميرا كيجي معها اوبجيكتيف ديالها اللي هو 18-55 ستوندار اوبجيكتيف، كتشينا ب 16 ميجا بيكسل ايزو من 100 حتى ل 6400، كتصور لنا فيديو فول اتش دي ب 1080، دونك 1080 غيعطيكم ايكرون كبيره عكس الكاميرا اللي كتلقى ما اتش دي كيعطيو ايكرون صغيره، خصوصا دابا بنادم اكثر مينيموم تيبغي يصور فول اتش دي. فول اتش دي كتصور لنا ب 30 اف بي اس. لا باتري ديالها كيشد مزيان، باتري اللي معروف هاد الشركه ديال نيكون باتري مزيان اللي هو الاو ان او ال 14، لي باتري موجودين حتى بغيتي تزيد لها باتري راه موجودين. وتفات البورت الميكروفون ماشي بحال اللي كدير لينا كانون كديرها هنايا لتحت، نيكون كاع لي سيري خدمه بمود بلا كارت ميموار في الجنب. دونك انت باش غتكون كدير كاميرا مثلا على تريبي وغتبغي تجبد لا كارت ميموار خبخ تخليها في تريبي، الكانون لا الا قاست لك الا كانت لتحت خصك ضروري بعض المرات حيت كتكون ديك اللعيبه ديال التريبي اللي كتلصق لتحت خصك ضروري تحيد باش تحل. عاد يمكن لك تجبد لاكارت ميمور. بزاف ديال الكاميرات كل وحده كتلقى عندها ادي افونتاج دي افونتاج، المهم كل حاجه عندها كل لاباري عندها حاجه زوينه اللي كتلقاها ما كاينش في الاخرى. لا كاليتي ديال نيكون شنو كيعجبني فيها ان لا كاليتي ديال ليماج ديالها، لا صورتي يقدر واحد يقول لك انت مصور بواحد الكاميرا اللي غاليه بزاف، حيت لاكاليتي ديالو زوينه كتعطي توازن الالوان زوين زوين بزاف، الثمن ديالها اللي مزيان بزاف. هاد الكاميرا كتصور بها ولا درتي لها شي اوبجيكتيف اللي هو فيكس ال 35، راه ما بقاش يقول عندك 5100 كاميرا بهاد البي جي، بقى يقول عندك كاميرا اللي غاليه شويه في الثمن. الكاميرا شنو كنصح بها شكون الناس اللي تخدم لهم؟ الناس اللي الله بادين في الدومين ديال التصوير وكيبغوا كاليتي مزيانه، الناس اللي الله بادين في الدومين ديال الفيديو، الناس ديال اللي بغوا كيصوروا مثلا كيصوروا دي فيديو كليب هكاك ما كنصحهمش بها، كيبغوا ما يمشيو لشي حاجه اللي فيها الاوتو فوكس طالع بزاف كما كتعرفوا. هذه الناس ديال لا فوتو راح احسن لكم بزاف ديال الكاميرات ديال 5000 ديال 4000 درهم، راه غتعطيكم شي حاجه اللي مزيانه وغتسهل عليكم الماتريال ديالها برخيص، لي زوبجيكتيف غتاخذهم اثمن اللي ريزونابل بزاف، حيت نيكون هاد السيري لي زوبجيكتيف ستوندار اللي كاينين بزاف ديال الشركات، دونك غتاخذهم بواحد البري اللي هو ريزونابل. لي زوبجي موجودين غتلقاهم موجودين فيما مشيتو، غتلقاو دي زوبجيكتيف موجودين ديالها، ما غتلقاوش مشاكل في انكم تلقاو دي زوبجيكتيف. هذا المشكل اللي كيلقاوه بزاف ديال الناس كياخذوا دي زاباراي وما كيلقاش لي زوبجيكتيف.
كتلقاش لي زوبجيكتيف من بعد هذه ما غتلقاوش مع هذاك المشكل في خطره. الثمن ديال هذه الكاميرا بين 2800 3000 درهم، كاميرا اللي واعره غتعطيكم كاليتي مزيانه بزاف مقارنه مع البري ديالها. ما كيف ما كنعرفوا كل ما كتطلع شويه راه كتلقى حاجه اللي مزيانه في داك البري. هذه احسن حاجه كنعتبرها في داك البري ديالها، سواء من لي زوبجيكتيف اللي رخاص، كاليتي اللي مزيانه، دي زوبسيون اللي زوينين. هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.